دايما لما نحكي مازدا يعني عم نحكي مسيو توني عبده مدير مبيعات بشركه ان بخاطر دايما معنا بيوتوفوكس. هاي توني ماشي. المازدا 2 اكيد ما صار لها كثير زمان بالسوق اللبناني وبسوق العالمي بطبيعه الحال، بس كمان نسبه مبيعاتها عم تكون كثير عاليه. بعد في نطره اهم شيء؟ لا اكيد ما في نطره، ما في نطره يعني بعد توصل باخرها من اليابان. لا لا صارت هلا كل موجود. شيء موجود ستوك وعم بيعملنا كثير، السوق كثير مهم. قصدي النطره لانه عم يكون في طلب كثير، طلب كثير كثير عليها. عرفت كيف؟ اليوم معنا سبيشل اديشن من السيارة، اكيد فيتشرز كثير حلوين من حيث الشكل الخارجي، اللون الاسود اللي طاغي على سقف السيارة، على المرايات، على الجانت تبعها. سبورتي لوك، عم نعطيها لوك سبورتي للسيارة. قبل ما نحكي اكيد عن الديزاين تبع السيارة، خبرنا اكثر اليوم شو سر نجاح المازدا 2؟ هل هو هالفيتشرز الكتار موجودين بالداخل بالطراز الجديد؟ سر نجاحها ديزاين وسيفتي، يعني السيارة فيها ديزاين عم بتناسب كل الشباب اللي عم بتسوق السيارات هلا مبلش جديد، عم يطلعوا من جامعاتهم بحبوا اللوك اللي يكون سبور وحلو، الثبات على الطريق اللي عم بس يسوقوها ويعملوا تيست درايف عم يتفاجئوا فيه، والحماية اللي بالكابين لأنه هي كاسكاي أكتيف تكنولوجي فيها شاسي كثير مدروسة لحتى تكون عم تحمي اللي بقلب الكابين، وهيدي الشغلة عم بتطمن الأهل اللي عم يشتروا لأولادهم أو الشخص اللي عم يشتري لعائلته لأنه فيها سيفتي، مشان هيك عليها الطلب هيدا. والسياره اليوم مش بس سياره للشباب، اكيد تكون سياره بزنس مان أكيد. اليوم بينزل على بيروت كل يوم سياره بحجمها بمواصفاتها، يعني رح نعرف بعد شوي اذا فيها مواصفات حلوه، بس أكيد. قبل خلينا نستعرض الشكل الخارجي للمازدا 2. شكل تحول كليا من الطراز السابق لهلا شكل عصري جدا. اليوم عم نشوف الناحيه الخلفيه هلا معنا مصابيح مختلفه. نعم. وصار فيها مثل ما دائما بتشدد توني ماسلز اكثر، طبيعي طابع رياضي، هو هذا الهدف من الكودو ديزاين، لانه دائما بنحكي عن الماسلز لحتى نفرج الكونسبت اللي عم تقدمه المازدا اللي هو سول اوف موشن، اللي هو ديزاين فيه ماسلز سبور، سياره مثل ما دائما بنشبهها كوايلد انيمال ريدي تو اتاك، يعني في عندك اللو نوز اللي عم نشوفه هلا بنشوفه على المقدمه مع بوز طويل، مع المؤخره عم تكون قصيره ويل بيس طويله، هو مواصفات السياره سبور. اما من ناحيه اماميه ففي عندنا هالكالندر الحلو كثير، هالجريل مع الكودو ديزاين اكيد كثير اجريسيف السياره. اذا بتشوف هاللوك من تحت اللي عم نكون على التومبوني من تحت ترابيزيديال لوك، يعني بتشوفها للسياره كانها بدها لقطه الارض لقطه الطريق، وهذا اللي بيعطي الوايد ستانس وبيخليك تطمن بالك انه السياره فيها ثبات. صحيح، وفيها تورنادو روت، بتحس السياره ثابته جدا، وانا بعرف بعد ما عملنا تيست درايف هذا اليوم ثابته السياره على المنعطفات، شغله كثير كثير مهمه جورج. بس لحتى بس ليش مهمه؟ لانه نحن بس نجرب نعمل تيست درايف، الشخص اللي عم بيكون قاعد بالسياره عم بيكون عم بيقدر يلاقي الفرق بينه وبين غيره، ما عم يزيح شمال يمين، ما عم يتعب، الستيرنج تبعها كثير حساس لدرجه انه دغري عم بتكون حس حالك انت وان وذ ذا كار، ذا ونس وذ ذا كار، الجيم باي تاي، يعني هو الكونسبت باليابان انه يكون موصول بالسياره كانك انت كانه هو سيارة واحد. مزبوط. رح نتابع مع انتيرير المازدا 2. نحن هلا بداخل المازدا 2، يعني الحلو فيها عاده بنشوف سياره صغيره كومباكت، يمكن اصغر سياره بالشركات. نعم. ما بكون فيها فيتشرز كثار. اليوم نحن بسياره اصغر سياره بمازدا مع مواصفات كثير كثير مهمه واوبشنز كمان كثير منعوزهم بحياتنا اليوميه. توني خبرنا اكثر عن التفاصيل. هذا هو السر عند المازدا يلي عم يكون عم يفرق عن غيرها، لانه نحن كمازدا عم نحكي بسياره دائما تكون لو صغيره تكون لوكس، يعني ما بدنا شيء لو سباكس لحتى نضارب فيه، نحن عم نضارب بالكواليتي، عم نضارب بكل شيء انترتينمنت لاكجري عم يكون بالسياره، مشان هيك هيدي عم يكون فيها كل الفيتشرز اللي عم نحكي عنهم، يعني مثل التاتش سكرين دائما عم نحكي عنها مع رير كام اللي عم نشوفها على الكاميرا هلا، وايد انجل، فيها كل شيء ابلكيشنز لتكون عم تخدم الشخص اللي عم يسوق السياره بطريقه لحتى يكون عم يسوق سيف، يعني مثلا في عندك الواي فاي كونكشن فيك تقدر توصل راديو انترنت، يعني مثل اها راديو او ستيتشر، يعني اللي هن احسن شيء لواحد يقدر يسمع ميوزيك، نفس الوقت عندك الاوديو، عندك الكوماندر هون بالسنتر بانل لحتى تتحكم بالشاشه مثل ما عم نشوف هون، بلوتوث هاندز فري كمان لتقدر تحكي على التليفون ما تكون عم تتاخر، بنفس الوقت عندك الاوديو كمان لتتحكم بالراديو، يعني كل شيء بالسياره هون معمول لحتى يكون لحمايتك تتكون انت عم تسوق سيف اكثر واكثر. عندنا دبليو اس بي كمان بنشرج تليفوننا بنفس الوقت 100% بطبيعه الحال، عندنا كل شيء كمان فيتشرز حلوين من السيستم سبور اللي موجود ورا الفيتاس، كلها اوبشنز حلوه بهالمازدا 2 اللي روينا عليها بشكل تقريبا مفصل من الداخل. نعم. هلا بدنا ننتقل لنحكي اكثر
على البرفورمانس السيارة. بعد ما استعرضنا هذا السيارة من الداخل وعم نرجع نشوف الشكل الخلفي الحلو كتير مع نظام سكاي أكتيف، نذكر كمان موجود اليوم على المازدا 2 الجديدة. توني كبرفورمانس السيارة فعالة جدا كمحرك، خبرنا شو القوة طبعا. كل اللي عم بيسوها جورج السيارة هي فور سيلندر 1.5 لتر، عم تفاجأوا بقوتها ك 114 هورس باور. بس ليه عم تفرجي هالقوة هالسيارة وهالنشاط؟ لأنه سكاي أكتيف تكنولوجي اللي دايما عم ضوي عليها فيها باور 15% أقوى من غيرها، بتوفر 15% أقوى من غيرها بالسوق بهالانجن ال 1.5، كما انه الفيتاس اللي هو 6 سبيد تيبترونيك مع الفول رينج لوك اب هي الاساس، يعني هو اللي عم ينقل هالانجن السريع على الارض بطريقه سريعه ليصير في عندك ريسبونس قوي، وهذا هو اللي عم يلاحظوه. بس السوق وطريقه سلسه اكيد تغيير الجيرز طريقه سلسه اللي دايما حكي اكيد. هيدا اذا فيتشرز من ناحيه بيرفورمانس ابي اس اي بي دي كمان موجود. اما هلا بدنا ننتقل معك للديل وبدنا نشوف كمان السبين اند وين، الاوفر الحلو كتير اللي عم تقدمه مازدا الاسبوع الشهر الماضي كان موجود، كتار طلبوا فيه انه يبقى كمان لفتره وفعلا كانت الطلبات مستجابه بالشركه. نحن دايما بنلاقي يلا بنشوف شو رح يكون حظنا اليوم مع توني. سبين اند وين هذا هو دولاب، دولاب الحظ. فرجينا حظك توني اليوم انت. حظي انا؟ يلا خلي لك اياها كنت لك. فرجينا حلقه مني حلقه منك. 250 دولار باركينج سنسر ربحان ربحان دائما ربحان المهم نربح نحن بالويل. عندنا من ال 250 اذا بتلاحظ ال 1500 دولار ايتمز فيك تربحهم كثير، يعني ديفرنت ايتمز عم يكونوا. المهم الشخص اللي عم يفوت عم يبرم هذا الويل عم يكون ربحان مع مازدا مع ال 0.99 انترست اللي دائما عم كفيها اللي هن بكفوا بعضهم، توفير بالفائده وايتمز عم تربحهم او كاش ديسكاونت. عندنا 900 دولار كاش ديسكاونت، هودي كلهم بيكونوا عم بيشتغلوا لحتى نكون عم نوفر على الزبون ويكون وين وين سيتويشن بينه وبينه. ثانك يو توني على كل هالمعلومات حول مازدا وحول اكيد البيج اوفرز دائما بتقدمون من شركه انبو خاطر. اكيد لاقونا كل يوم بحلقه جديده عبر اوتوفوكس مع المازدا ويك. الى اللقاء.